الأخ سلمان تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي سؤال. تفضلوا. تعلمون القرآن مرات من أريد أقربي، نعم، ما ألف بالحرف والهمزات بالصحيح، هذا قراءته شلون مثلا؟ نية التعلم مثلا. اللهم صل على محمد. بخدمتكم أخ سلمان، بخدمتكم إن شاء الله، حياكم الله. الأخ سلمان حفظه الله يخابر يقول أنه سيدنا أنا أقرأ القرآن ولكن ما أضبط بعض الحروف وبعض الحركات في قراءتي، هل قراءتي هذه صحيحة وهل أنا مأجور عليها أو أنا على حال مذنب؟ الجواب، أولا أخ سلمان، قراءة القرآن حتى لو كان فيها خطأ، حتى لو كان فيها خطأ، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ولو كان فيها أخطاء، ولو كان فيها أخطاء، وإن كان الأصح والأفضل الإنسان أن يضع مذياع أو ما أدري صوت تلفزيون، إذاعة، تلفزيون، قناة، يستمع القرآن مع القارئ يقرأ حتى يتعلم، حتى يتعلم. أما إذا يريد يقرأ هو مع أنه جاي يعني القراءة بها خلل، لا إشكال في ذلك، قراءتك على حال فيها ثواب، والنظر إلى القرآن فيه ثواب، وحاول أن تتعلم القراءة بشكل جيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلي الأخ أم أحمد. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. مولاني، عندي سؤال أرد أسئلك. أنا قدمت على الحج، نعم، عن طريق مؤسسة الشهداء. بلي. قدمت عدة مرات، من كانت مجانا، حسي خابراني طلع اسمي، لازم انطيك فلوس، انا ما عندي امكانيه، خواتي راح يجمع لي، يعني هاي الفلوس اللي يجمعنهن، لا يعني يا دوب تكفي مبلغ الحج، يعني اخمشهم، لو اخمشهم وبعدين اسدد الخمس، هذا يعني جزء من السؤال. التجدين هدية شنو؟ لا هدية. اي واضح. بعد سؤال عندك الثاني، انا مطلوبة. نعم. مطلوبة يعني مطلوبة لاخوي فلوس، يعني يصير انا ماخذتهم بنتي، يعني الولدي وابو ولدي الحمد لله يعني طيب، يصير احولهم من اقبل على الحج، يصير احولهم من بنتي الى بنتي، لو لازم اسددهم. الله يخليك سيد، بس تفيدني بالاجابه. حياكم الله. الله يسلمك. الاخت ام احمد تقول هكذا، قدمت على مؤسسه الحج بعنوان مؤسسه الشهداء وعلى اساس مجاني، ولكن الان يطلبون من عندنا فلوس وانا ما عندي، وطلع اسمي، انا شنو اللي اسوي؟ اختي ما تقدرين تروحين الحج اذا انت ما مستطيعه. ليش؟ لانه الحج الواجب لابد انسان يكون مستطيع، عنده امكانيه ماليه. اذا اخواتك الان ساعدوكي، الاخوات ساعدوا والاخوه ساعدوا وانطوا هديه، فيجوز ان تذهبين للحج بهديه اخوانك واخواتك، وتروحين الحج، وحج واجب ان شاء الله تعالى، ما دام هديه. هل تخمسيها؟ لا، لا يحتاج الى خمس، لا يحتاج أن تخمسيها لأنها هدية جديدة، ما دام هدية جديدة فلا يحتاج أن تخمسيها وتجعليها ماذا؟ وتدفعين خمسها، لأنه دفع الخمس أختي إذا الشيء بقي عندك لمدة سنة أو مر عليه سنة لابد أن تخمسيه، أنت الآن أنطوك يا أخواتك فلا يجب عليك أن تخمسيها. إذا أنا مطلوب لأخوي أموال، فأقدر أنا أحول هذا المال اللي أنا مطلوبة لأخوي على زوجي، ذمة زوجي، فأقول يا أخوي أرجع لزوجي وأنا حولت ما كان في ذمتي إلى ذمة زوجي، إذا زوجك قبل بذلك، إذا الزوج قبل بذلك فلا إشكال فيه، لا إشكال في أنه ذمتك تفرغ، يعني ذمتك ما مشغولة، وذمة زوجك ماذا؟ هو الذي تشتغل ذمته. وهذه في الواقع لابد انه
هم الأخ يقبل وهم زوجك يقبل إن شاء الله تعالى. تذهبين إلى الحاج؟ نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندي متصل الأخ أحمد، تفضل. نعم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله سيد. أنا ما صايم بالبداية، يعني تقريبا 10 سنوات علي صيام وما صمت. نعم. هسه صمت أنا، هل يحتاج فدية؟ ليش ما صمت يا أخ أحمد؟ ما قدرت، يعني ما عرفت، لأنه عندي نسبة كانت الجهل أو كذا، فما قدرت أصوم. فهسه فكرت لأنه يحتاج أصوم فصمت. يا أخ أحمد، هل هذا يا أخ أحمد، هل هذا يحتاج يعني لازم أنطي فدية لو ما يحتاج؟ أخ أحمد اسمع سؤالي لو سمحت، اسمع سؤالي. أنت كنت تدري أن الصوم واجب بينك ما بين الله؟ كنت تدري الصوم واجب ما كنت تصوم؟ بس كنت يعني أتجاهل الأمر، يعني بالبداية أتجاهل هالشيء. كنت تدري بس تتجاهل؟ يعني أتجاهل، مو عندي واضح صورة صحيحة، يعني الباقيين ما صايمين، فهذا الشيء كان عندي صوم طبيعي. يا أخ أحمد حبيبي، أنا بس أسألك سؤال تجاوبني بالتحديد، مو أنه أنت بينك ما بين الله كنت تدري أن الصوم واجب، الناس الجاهلين ما جاهلين مو مهم، أنت كنت تدري الصوم واجب؟ لا لا، ما كنت أدري بي واجب. إيش يعني عبالي إذا ما أصوم عادية الأمور، بعدين من اتضح لي الأمر أنه أنا عرفت لازم أكون أصوم، فأنا صمت 10 سنوات. الآن هل يحتاج فدية لو ما يحتاج؟ أنا راح أجاوبك على الصورتين، يعني حتى لو أنت يعني ما صرحت أنا راح أجاوبك على الصورتين، التفت إلى جوابي، مشكور. الأخ أحمد يقول أنا شاب يعني في 10 سنوات من مقتبل عمري ما صمت لعدم الالتزام، يعني يقول الآن أنا قضيت هذا الصوم، قضيته، والآن بدي أشوف علي كفارة لولا، علي فدية لولا. أنا شنو جوابي؟ أنه يا أخ أحمد، إذا أنت تجهل أن الصوم واجب أصلاً أصلاً أصلاً، تقول أنا ما أدري أصلاً الصوم واجب، إذا هالشكل ما تدري الصوم أصلاً واجب، فقط عليك كفارة وتدفع عن كل شهر نص كيس طحين فدية. واضح؟ إذا ما تدري، يعني حسب بينك ما بين الله ما تدري الصوم أصلاً واجب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا تدري الصوم واجب بس تقول ما كنت أدري بها كفارة وحرام والله يعذبني، ما كنت أدري بس كنت أدري أن الصوم واجب، هذا عليه 3 أشياء: أولا أن تستغفر الله، ثانيا أن تقضي، وثالثا أن تعطي كفارة. كفارة عن شو سيدنا؟ يعني عن كل يوم 60 مسكينا، تطعم 60 مسكينا. يعني سيدنا شقيد 10 سنوات 300 يوم، 300 يوم يعني 300 كيس طحين. إذا تقدر طبعا، إذا تقدر شوية شوية أعطي كفارة عن كل يومين إطعام 60 مسكينا، وهو تقريبا 45 كيلو طحين، يعني كيس طحين توزع على الفقراء. هذا متى؟ إذا كنت تدري أن الصوم واجب ولكن ما كنت تدري أكو كفارة، ما كنت تدري أكو عذاب، ما كنت تدري، كنت تصور أنه واجب بس واجب هيك، لا، لازم هنا تقضي وتعطي كفارة عن كل يوم إطعام 60 مسكين.